النائب أحمد السعدون دعا الحكومة إلى الاطلاع بدورها في متابعة المعلومات المثارة حول شبهة غسيل الأموال المتهم بها بعض الأطراف النيابية، مؤكدا أنه سيذهب إلى أبعد مدى من خلال الأدوات الدستورية لكشف حقيقة هذه المعلومات، مشددا على ضرورة استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد هذه القضية. السعدون بيّن أن الاستقالة الجماعية التي اقترحها بعض النواب غير مجدية إلا إذا كانت ستعطل جلسات مجلس الأمة وبالتالي ستؤدي إلى حله. الاستقالة الجماعية تكون منتجة في حالة واحدة، إذا كان من قدم استقالتهم يشكلون أغلبية ويعطلون جلسات المجلس. في قضية الجلسة الطارئة، أنا قلت قبل قليل، قلت جلسة طارئة ما عندنا مشكلة فيها، جلسة طارئة حتى إذا وصل الأمر لاستجواب رئيس الوزراء وعدم التعاون، هذا الأمر يخطئ من يعتقد إن كان سينهي هذه القضية، هذه القضية سنلاحقها إلى أن يطبق هذا القانون. دعوة لمحافظ البنك المركزي بأن يمارس سلطاته، ولوزير المالية بأن يمارس سلطاته. تلاحظون أنا قلت البنك المركزي وقلت وزير المالية، ما قلت رئيس الوزراء، ما قلت رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء أعتقد يفترض أن لا يبقى بعد اليوم، وإن بغى ما بغى سياسة الأمر بالنسبة لنا هن، لأن القضية لم تعد قضية رئيس وزراء، قضية أمن بلد. السعدون وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الأمة طالب الحكومة بعدم تحميل المال العام كلفة خفض اشتراكات الإنترنت، رافضا خروج ديوان الخدمة المدنية عن اختصاصاته بعدما نسب إليه نية مراقبة المغردين بالجهات الحكومية. كما هدد السعدون وزير الداخلية بالمساءلة السياسية بعد رفض وزارة الداخلية تسجيل قضية احجاز موظفين وزارة الأشغال من قبل مقاول مشروع مبنى أعضاء مجلس الأمة. وزير المواصلات جانا امس بشرنا انه استطاع ان يخض ان 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 يضغط على الشركات غير المرخصه لتخفيض رسوم الانترنت اللي ياخذونها. هل بالفعل خفضوا ولا انت خفضت الرسوم اللي يفترض ان تستلمها الدوله، تستوفيها الدوله منهم؟ اذا كان بالفعل انه هذا نتيجه تخفيض الرسوم اللي تاخذها الدوله، اقول له انت عبثت بالمال العام.